في الغابة الإسمنتية التي أصبحت عليها بيروت واحة خضراء تقع على أطراف العاصمة وتسمى حرج بيروت. يمتد الحرج على مساحة 330 ألف متر مربع من المساحات الخضراء وأشجار الصنوبر، لكن الدخول إليه يحتاج إلى جواز عبور أو ترخيص مسبق تمنحه السلطات المحلية في العاصمة. في منشآت داخل حرج بيروت وفي تجهيزات منا موجودة، مثل عملية تعرفي ما في فاير فايتنج سيستم، ما في حمامات، ما في تراكس للدراجات. نحن قطاع عام منا ناجحين لا بالإدارة ولا بالصيانة، فهي نحكي الأمور كما هي. اليوم لذلك نحن بلدية بيروت نؤمن بالتعاون مع القطاع الخاص. القطاع الخاص أنجح من القطاع العام بأمور تتعلق بالصيانة والإدارة. ضجيج العاصمة وازدحامها لا ينعكس حياة في الحرج الذي يبدو مهجورا، فالدخول إليه دونه شروط عدة لا يستسيغها ناشطو المجتمع المدني، لاسيما وأن الحراس يسمحون للرعايا الأجانب بالدخول من دون تصاريح على اعتبار أنهم يحافظون على الأماكن العامة بحسب الرواية غير الرسمية للسلطات المحلية. نحن نعتبر أن بلدية بيروت تخالف القانون، تخالف القانون أولاً بإغلاقه، ولكن تخالف القانون ثانياً لما بلدية بيروت بتحط كريتيريا لأن مين بده يفوت ومين ما بده يفوت. هيدا طبعاً يخالف روحية الدستور أنه اللبنانيين مساويين أمام القانون، وبالتالي في تمييز عنصري. هذه الأشجار المعمرة زرعت بعد اتفاق تعاون بين فرنسا وبلدية بيروت منذ تسعينيات القرن الماضي. ينص الاتفاق على أن تقوم باريس بالتخطيط والتنفيذ، على أن تتولى السلطات المحلية مهمة أعمال الصيانة والحماية. تبدو الأشجار شامخة اليوم نحو السماء وتنافسها الأعشاب اليابسة في الارتفاع. حرج بيروت هو واحد من الأماكن الخضراء القليلة في العاصمة، لكن سكانها كما معظم اللبنانيين ممنوعون من الدخول إليه. المنع الذي يأتي بحجة حماية المكان من العبث فيه يكشف عجز السلطات المحلية عن تنظيم إدارة المرافق العامة. دارين حلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.